شهدت مؤشرات والبورصة في نهاية تعاملات اليوم تراجعا جماعيا مدعوما بنشاط بيعي للمستثمرين المصريين مقابل شراء الأجانب والعرب، حيث سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا جماعيا لدى إغلاق تعاملات بداية تعاملات الأسبوع مدفوعة بعمليات بيع من صناديق الاستثمار والمؤسسات المحلية وسط عمليات بيع استباقية لتسوية المراكز المالية قبل الضغوط البيعية التي عادة ما تظهر مع نهاية السنة بهدف تسييل المحافظ ومواجهة استردادات وثائق صناديق الاستثمار بالبورصة. فقد تراجع مؤشر اي جي اكس 30 الرئيسي بنسبة 76%، كما انخفض مؤشر اي جي اكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 95%، كما هبط أيضا مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 83%. جرمين إبراهيم معنا من مقر البورصة المصرية، أهلا بك جرمين. يبدو أن جميع المؤشرات إذن اتجهت للمنطقة الحمراء على عكس منتصف الجلسة، ربما كان في صعود للسبعيني والمئوي، تفاصيله. بالفعل ولاء، ربما الشاشة في المشهد خلفي تعكس سيطرة اللون الأحمر على تعاملات مؤشرات البورصة المصرية اليوم في نهاية تعاملات اليوم ومستهل تعاملات الأسبوع، فتراجع في نهاية التعاملات مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة سجلت 74%، مسجلا 13744 نقطة وبفارق يتجاوز 100 نقطة عن بداية التعاملات. نفس الأمر لمؤشر اي جي اكس 70 الذي لم يستطع الحفاظ على تواجده في المنطقة الخضراء وتراجع إلى المنطقة الحمراء بنسبة 1.9%، مسجلا 754 نقطة وبفارق 10 نقاط عن بداية التعاملات. أيضا نفس الأمر لمؤشر اي جي اكس 100 والذي تبع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضا إلى المنطقة الحمراء وتراجع بنسبة 95%، مسجلا 1715 نقطة وبفارق 15 نقطة عن بداية التعاملات. إذا تحدثنا فيما يخص مستوى السيولة في نهاية تعاملات اليوم فقد تجاوز 680 مليون جنيه بإجمالي عدد عمليات 23337 عملية. أيضا تم التداول على 191 سهما، ارتفع منهم 47 سهما وانخفض 122 سهما، بينما حافظ 22 سهما على ثباتهم. أيضا فيما يخص المستثمرين فقد استحوذ المستثمرون المصريون على 81.95% من تعاملات اليوم مع اتجاهات بيعية كما ذكرت، واستحوذ المستثمرون العرب على 6.18% من تعاملات اليوم مع اتجاهات شرائية، بينما الأجانب فاستحوذوا على 11.87% من تعاملات اليوم مع أيضا اتجاهات شرائية، فيما استحوذت المؤسسات على 59% من تعاملات اليوم مقابل نسبة استحواذ للأفراد بلغت 41%. فيما يخص أنشط القطاعات فجاء قطاع البنوك في المرتبة الأولى، بيلي قطاع الاتصالات ثم قطاع العقارات. فيما يخص رأس المال السوقي فقد سجل في نهاية تعاملات اليوم 767 مليار و 988 مليون مع نسبة خسائر تجاوزت 4 مليارات جنيه. أعود إليك مرة أخرى في الاستوديو. نعم بشكرك، شكرا جزيلا جرمين إبراهيم مراسلتنا من مقر البورصة المصرية على كل هذه التفاصيل.